بفرح جدا لما بيكون معايا ضيفة، خصوصا لو بنوتة شاطرة وشاطرة في مجالها جدا، وحابة اللي هي بتعمله ومؤمنة بقدراتها وعارفة هدفها وعارفة ازاي توصله. وضيفتنا النهاردة مصممة اكسسوارات مختلفة جدا، بتعمل مكملات أناقة حلوة قوي، وهنشوف معاها موضة الاكسسوار وكمان الشنط لصيف 2021. بس الأول نرحب بيها مصممة الاكسسوار نورة اسماعيل. ازيك يا نورة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. ايه الشغل الحلو ده؟ ربنا يخليكي حضرتك الحلوة. ميرسي، تسلمي لي. عايزة في الأول تحكي لنا كده، ازاي قررتي تبقي مصممة اكسسوارات؟ أول حاجة أنا بدأت المشروع بتاعي بحبة زراير من المحل بتاع العراوي عادي جدا. انا عجبني الزراير اللي فيه، وبعدين انا في اشكال كتيره قوي في الزراير دي بتعجب، يعني كان شكلها ملفت بالنسبه لي، وانا كان نفسي يبقى ليا حلق منهم، بس للاسف انا ما بلاقيش محلات الاكسسوار الحلقان اللي انا عايزاها بالشكل ده، فقررت ان انا ادخل واشتري حبه حلقان وحبه زراير وانا احولهم لحلقان. ومن يعني كانت دي بدايه مشروعي، حبه زراير. حبه زراير. وجبتي بقى الاكسسوارز اللي تعملي فيها؟ عملت كل حاجه. بدات الاول المشروع بمسمار اللي بيبقى في الحلق اصلا، وبدات بمانيكير علشان خاطر اداري ظهر الحلق. والفكره ان هو مشي، يعني الفكره عجبت الناس كتيره جدا، ولقيت فيه بنات كتيره قوي قوي عجبها الفكره دي، وما خدوش بالهم من المانيكير. وانا سميت المانيكير دي الماده بتاعتي اللي انا بداري بيها ظهر الزرار، علشان ما حدش يكتشف ان ده زرار. بتجيبي مانيكير لون الزرار؟ لون زرار، فيه فضي سيلفر وفي جولد. دول اكتر اتنين بس اللي بستخدمهم. مين اول حد قالك الله دي حلوه قوي؟ جميل. وشجعك؟ كانوا اهلي، اخواتي. هم كانوا اكتر ناس واقفين معايا، وكانوا بيشتروا مني بجد؟ علشان بيشتروا مني عشان يبقوا سبورت ليا في اول مشروعي وفي بدايه مشروعي. كنتش اعرف ان المشروع اصلا يعني هيعجب حد بجد كده، والحمد لله الحمد لله توفيق من ربنا ان الزراير دي نفعتني، ولغايه ما بقيت حوريه هاند ميد دلوقتي. حوريه هاند ميد ده اسم البراند بتاعي. اسم البراند بتاعي. ايه اول زرار عملتيه، وهل عندك موجود لحد دلوقتي؟ عندي في البيت لغايه دلوقتي موجود. كان لونه لون اللبني، انا بحب الحاجات اللبني. التركواز. وكانوا الاثنين الزرارين كانوا ب 6 جنيه. يا سلام. بداتهم ب 6 جنيه، يعني الموضوع كان ب 6 جنيه، انا كنت ببيع الحلقه ساعتها في الوقت ده ب 15 جنيه. واو، ايه ده؟ ده احنا اغتنينا بقى. يعني انا كده كان يعني في الوقت ده فعلا انا ما كنتش متخيله ان زرارين في حد هيلبس زراير، والفكره ان انا كنت بعمل زرار بجد، والناس كانت معجبه بيه جدا. والحمد لله. طب عرضتي حاجتك فين في البدايات كده؟ ولا اي حاجه، انا عملت البيج بتاعتي على طول، كان عليها 30 شخص، 30 بنوته، وصحابي هم اللي قعدوا ينزلوا ستوري البيج دي بدات تعمل حاجات هاند ميد كويسه، ومن هي صحابي بس هم اللي كبروا الموضوع. وبعد كده طبعا الموضوع الحمد لله بقى. عندك كام على البيج دلوقتي؟ عندي 15200. ما شاء الله، عقبال المليون ونص يا كده. رب يا رب. نزود كده 3 اصفار كمان يا رب. طيب، الماتيريال اللي انت بتشتغلي بيه. تمام. تعالي نتفرج مع بعض. تمام. انا ملاحظه ان اللون الغالب تركوازات، مش كده؟ والعقيق يعني. تمام. دي ايه؟ دي كلها احجار عقيق. دي سبحه ولا دي ايه؟ لا، دي ميداليه عربيه بتتعلق في المرايه بتاعه العربيه. في حد بيجيب جيفت مثلا لاخوه لاخته، ده مكتوب عليها ندى. أيوة. يعني لو عايزه اي منال، اي اسم بيتعمل، منى، فوزيه، اي حاجه، نحط اي اسم. يا شباب لو عايزين تجيبوا حاجات لخاتشيباتشكو. طب انت عرفتي المعلومات دي منين؟ يعني انت قررتي تشتغلي كده، ابتديتي بزراير، عرفتي منين العقيق والياقوت والتنجستين وكل الحاجات دي؟ عملت سيرش كتير جدا، واتفرجت على مصممين ازياء اكبر مني بكتير جدا، وانا كان ليا ازياء ولا اكسسوار؟ اكسسوار وازياء، وكل على الازياء كمان بيتكلموا على الاكسسوار، لان ده مكمل جمالي ليهم هم طبعا، فبيتكلموا دايما على الاحجار، وفي ناس كتيرة قوي متعلقه بالاحجار. الاحجار دي كتيره، مجال الاحجار اكبر بكتير مما ما نتخيل. وكل حاجه ليه الصفه بتاعته، ليه الصفه بتاعته. وليه اللون، وليه الميزه بتاعته، وكل واحد بيتفائل بلون حجر معين. انا عن نفسي يعني بتفائل بالفيروزي، الوانات الفيروزي. انت لابسه حاجه، انا ملاحظه دي صدف، مش كده؟ ده صدف طبيعي، صدف حقيقي، هو والخاتم. ده صدف حقيقي. امسكيها بس كده وثبتيها. انت كاتبه اسمك عليها؟ نوره. وهنا حرف طب ثبتيها بس عشان الكاميرا تصورها. الصدفه دي
بتتجالي بقى ليها شغل بيحصل والشيب بتاعها بيتظبط، ده انت اللي بتظبطيه؟ اه طبعا الصدف بيجي اكبر من كده بكتير، الصدفه بتيجي صدفه كبيره واحنا اللي بنبدا في الورشه نشكليها بقى، نبدا نشكلها بقى مدور بيضاوي مثلث مربع اي حجم انا عايزاه انا اللي بعمله. هل الصدف ممكن تلونيه ولا لازم يبقى على لونه؟ لا الصدف بيبقى لونه احلى اللي هو الابيض، جماله على لونه. اه وفي طبعا صدف ملون ده طبيعي برضو، بس الصدف صعب ان انا لونه. طب التصميمات، خلاص يا حبيبتي ريحي، التصميمات اللي بتعمليها بترسميها الاول؟ التصميمات اللي انا بعملها عندي حاجتين، لو في الشنط انا اللي يعني انا اللي برسم الشنطه بتاعتي، وفي طبعا في التيم بتاعي حد منفذ هي اللي بتنفذ لي البنوته، هي اللي بتنفذ لي، بس برضه هي بتنفذ الشنطه الاساسيه، لكن اي بقى حاجه على الشنطه دي كور. يعني انا مش عايزه امسك الشنطه عشان ما تقطعش، يعني الشنطه اللي عليها دي، دي قطه دي ولا نمر ولا ايه؟ دي قطه. قطه يعني حلوه قوي. القطه دي انت اللي بتقصي ده وتظبطيه وتركبيه؟ اه انا اللي بصمم ده، لكن الشنطه نفسها لا، دي بنوت يعني، دي حد في التيم بتاعي هو اللي بينفذها. يعني انت بترسميها لها وهي بتبقي تعملي فولو اب متابعه عليها انا شايفه كاب كمان. اه كبات كمان بشتغل عليها. بتعملي بيها ايه؟ الكاب بجيبه جاهز وبشتغل عليه اي حاجه هاند ميد، بشتغل عليه حاجات كاستمايز. الفكره ان انا عايزه اغير الكاستمايز اصلا في حياتنا دلوقتي، اي حد عزيز عليه عايز يعمل سلسله بيعمل، معروف ان هي سلسله اسم بس والسلسله رفيعه، لا يا جماعه احنا لازم نغير مفهوم الكاستمايز خالص بكذا طريقه وبكذا وصف وبكذا حاجه، وده طبعا يعني لا انت عامله الحقيقه حاجات مختلفه. بمعنى هقول لك على حاجه، في واحده هنا دي مثلا، ده اتنين طلعوا معايا، ادي واحده اهي. ايوه نوره. ايوه مش كده اهي، ممكن تتلبس هنا كده صح؟ بالظبط مظبوط بالظبط. ده السلسله حجمها عريض شويه. بالظبط انا عامله حجمين في السلسله مش حجم واحد. وده تاني كاتبه ايه؟ ده زين. ايوه دول اسمين، زين ونوره برضو. بالظبط. ده ايه؟ مين زين ده بقى؟ ابن اختي. زين ونوره. حلو، يعني مثلا لو عايزه اعمل علي واميره، اي تمام. اسامي يعني اسماء العيله بقى كلها. بالظبط اي اسامي بتتعمل. او في كمان هنا انا شايفه دي سلسله اهي، دي رفيعه، دي لطيفه قوي برضو. بالظبط بالوان احجار مختلفه بقى. بالزبط. يعني في عندك البني والبيج والاسود والاخضر ده كمان. اكليريك. اكليريك كل ده. بالظبط الخامه دي اكليريك. بالظبط ده اكليريك. حلوه خالص. شايفه حاجه كمان انت عاملاها، جراب موبايل. ايوه لازم اي يا ماما ماما ماما. دي احجار العقيق في الكورد بتاع الموبايل. واي اسم عقيق في كريستال، عقيق في كريستال ده. بالزبط. انت ليه حاطهم في بعض بالمناسبه؟ لازم برضو يعني اي حد معروف عنه يا بيحط كريستال لوحده يا بيحط عقيق لوحده. لا انا دخلت برضو العقيق في الكريستال زي ما دخلت الجولد مع السيلفر. بس انت مركباها في ليه في الجراب؟ ده كورد الموبايل. بيتعلق في الرقبه لما بيكون حد مشغول، بيكون حد بيعمل حاجه ومش عايز ينسى الموبايل في مكان، فالكورد دلوقتي طالع موضه. اوكي وده انت حاطه فيروز دي. ده عين. ده العين بالظبط. الحسد. ودي ايه نوره برضو؟ بالظبط. يا نوره مفيش منال يا نوره. حاضر مبسوطه بيكي. ربنا يخليك. واسعدتيني جدا جدا. وشغلك لطيف. شكرا. ويا رب مشروعك يبقى ترند عالمي، يعني براند عالمي، وتبقي ترند طول الوقت. يا رب. وانا بفرح بالبنات اللي زيك اللي بيبقى عندهم هدف وبيحققوه. يعني مش عارفه اقول لها ايه. نوره نورتنا بجد، شغلها مميز ومختلف وربنا يوفقها دايما. الفقره خلصت ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، استنونا.